السنوات الأخيرة تغيرت، صارت مهنية أكثر، صرنا نقعد نفكر ونوقف والكل مستعجل على تقنية الفار. لسه على حسب كلامه الفار لساته جديد، وأنه ما شاف لحتى الآن حكام سعوديين كحكام فار أساسيين. المزيد مع علي شرايا. حقيقة الفار هو لغة العصر في الوقت الحالي بالنسبة للتحكيم أو بالنسبة لكرة القدم، يعني هي آخر نقطة وصلت لها كرة القدم في 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 مجال التطوير للجوانب المرتبطة بكرة القدم. وجودها طبعا أنا متأكد تماما، يعني مثل ما يدعم مثل ما يدعم هذا القرار الفيفا، احنا ندعم أيضا وجود التقنية في هذا الزمن بالذات. كون كرة القدم الآن أصبحت خلينا نتكلم بواقعية أكثر، بزنس أكثر من كونها فقط كرة قدم لفئة معينة من الناس. إيش تقصد بالجملة الأخيرة؟ كانت في السابق حقيقة كانت كرة القدم للمتعة، للإثارة، لإخراج الناس من الجو العام وإدخالهم يعني لمادة ممكن تضيف لهم شيء من السعادة ومن الفرح. أصبحت في السنوات القديمة في السنوات الحالية أكثر مهنية، أكثر بزنس، أكثر يعني أكثر فائدة للوسط الأندية بالذات. بدون شك هي وجودها كمسمى فعلا إذا استخدمت بالشكل الصحيح إنها تعطي كل ذي حق الحق، لكن للأسف يعني الناس ما يعني مستعجلين على جودة الثقة في هذا الوقت بالذات، يعني جودة الفار في هذا الوقت بالذات، رغم أنها مادة ما زالت تقدم يعني للتطوير بشكل أو بآخر لكرة القدم. حكم الفار الأساسي أو الحكم اللي في غرفة الفار لابد يكون مؤهل، إنه يكون مؤهل أكثر من حكم الفار الموجود داخل الملعب. وهذه زي ما قلت الخلل الموجود عندنا في الاتحاد الرياضي، كون السنوات الماضية كانت بدون حكام سعوديين، كانت قلة عدد الحكام السعوديين الموجودين في الساحة. هذا خلق الآن يعني جو من التفاوت في مستوى الحكام، يعني حتى الآن يعني لا نجد الحكام السعوديين ينزلون كحكام فار أساسي في غرفة الفار، يعني ما زلنا نستخدمهم كحكام إيفر. وهذه يعني زي ما قلت لك هذه خطوة جيدة للمستقبل، إن شاء الله حيكون إن شاء الله أفضل. السعودية تقريبا جميع الحكام تقريبا اللي يديرون التقنية الآن موجودين معتمدين. طبعا الاعتماد من السهل جدا أنك تعتمد حكام، من السهل جدا أنك تقيم ورشة عمل وتكثفها وتقوم باعتماد حكام، لكنهم حقيقة في حاجة إلى خبرة، في حاجة إلى دورات مستمرة أو إلى تطوير مستمر حتى يستطيعوا أنهم حقيقة يظهروا بالشكل المأمول. أنا أتمنى حقيقة أنه لا نستعجل ناتج تقنية الفار في الوقت الحالي، نترك مجال للحقيقة للتدريب، نترك مجال للتطوير. التقنية ما زالت متغيرة على مستوى العالم، ما زال الفيفا يبحث عن أجود الحلول بحقيقة لجعلها أسهل، لجعلها أرخص في كل البلدان.